الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كلامنا عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، والموضوع ما داير له زعل ولا جوطة كثيرة، لأنه الصوفية بالذات بيتعصبوا لجواز الاحتفال بهذا المولد لأسباب هم طبعا أدرى بها. أما نحن دايرين نأصل حكمه من الكتاب والسنة، وربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلى سنته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إذا فعلا أنتم مؤمنين حقا بالله ومؤمنين باليوم الآخر، لازم أي نزاع تردوا إلى الكتاب وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بس ده الموضوع كله. أنا وكلامي في نقطتين. أول نقطة، شبهاتهم بتاعت الصوفية اللي بيجوزوا بها الاحتفال بالمولد نناغشها، أو أبرز وأقوى شبهات عندهم اللي بيعتبروها قوية عندهم. والنقطة الثانية حكمه. طيب، الشبهة الأولى اللي بيجيبوها جماعة ديل، بقول لك يا أخي المولد ده بدعة، لكن بدعة حسنة، وبيستدلوا بدليلين صحيحين من ناحية الإسناد والمتن، لكن من ناحية الفهم ما عندهم علاقة بجواز البدعة الحسنة. الدليل الأول حديث مسلم إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جو ناس فقراء من مضر، والحديث القصة طويلة، وشاف عليهم الفقر والحاجة والفاقة، أمر الصحابة ركب المنبر وأمر الصحابة بالصدقة، لحد ما قام واحد من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجاب له صرة كادت يده، بل عجزت يده عن حملها، ووضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الناس ذلك زاد حماسهم، فانطلقوا إلى أماكنهم ومنازلهم وجاءوا بالصدقة من الأموال والطعام والثياب إلى آخره، حتى جمعوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كومين، كوم بجاي وكوم بجاي. ففرح صلى الله عليه وسلم وقال عن ذلك الرجل الأنصاري الذي حمس الناس بفعله وبصدقته، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، إلى آخر الحديث. الحديث مشهور عند الناس ومعلوم. فقالوا المولد من باب البدعة الحسنة. والرد من الحديث نفسه، لأنه الحديث قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ما قال بدعة حسنة. فالحديث بيتكلم عن السنة الحسنة وليست البدعة الحسنة. إذن الحديث ده ما عنده علاقة بالمولد، ولا عنده علاقة بأنه في الإسلام في بدعة حسنة. كيف يكون في الإسلام في بدعة حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم في صحيحه أيضا، ده برضو في صحيح مسلم، قال فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذن كل بدعة ضلالة، لا يمكن يكون في بدعة حسنة. عشان كده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والإمام مالك قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدا خان الرسالة، واستدل بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله، ده الإمام مالك، والصوفية في السودان بيقول احنا مالكية وما عندهم علاقة بمذهب الإمام مالك أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ده مذهب الإمام مالك. قال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ، يعني في أحد الرسول وأصحابه، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. طيب، فالرجل ده سن السنة الحسنة يعني الصدقة، والصدقة أصلا موجودة في الإسلام،
ربنا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى آخر. فأصلا موجودة لكن النبي حساهم، فالرجل ده أحيا هذه السنة بفعله. طيب، فهذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة. ومعنى ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعني طريقة، لكن طريقة كان شنو سيئة. فالحديث ما بيتكلم عن إنه في بدعة حسنة أبدا. الدليل الثاني للصوفية إنه قالوا في بدعة حسنة والمولد بدعة حسنة، قالوا كلام عمر بن الخطاب وهو في صحيح البخاري، لما جمع الناس على قارئين في صلاة التراويح في رمضان، فقال عمر نعمة البدعة هذه، وفي رواية نعمة البدعة هذه، فقالوا ده دليل على إنه في بدعة حسنة. العلماء قالوا إن عمر بن الخطاب بقوله نعمة البدعة هذه قصد البدعة لغة ولم يقصد البدعة شرعا. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب يعلم أن البدعة شرعا محرمة، محرمة بدليل أن عمر بن الخطاب جاب صبيغ، هل كان بيجيب بدع في تأويل وتفسير القرآن، جابوا جلدوا في صلاته لما اتنجم ذاته. ليه؟ لأنه ده زول مفتتح باب بدع لحد ما تاب بعد ذاك وكده. فعمر الخطاب يعلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يمكن لعمر بن الخطاب إنه يؤسس لبدعة ويجمع الناس في بدعة، والجماعة عمر دي هي اللي كانت بدعة شرعا، ما بدعة شرعا، هي صلاة التراويح. وصلاة التراويح أصلا كما جاء في صحيح البخاري من رواية عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام طلع المسجد صلى الليلة الأولى والناس اجتمعوا صلوا وراءه، صلى الليلة الثانية واجتمعوا وراءه، والليلة الثالثة واجتمعوا صلوا معه، الليلة الرابعة أبى يطلع لأنه الناس ملوا الجامع كله، وصباح قال لهم لم يخفى علي مكانكم، يعني أنا عارفكم طلعتوا، لكن ما منعني أن أخرج إليكم غير أنني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت إنه تفرض عليكم. فبقى كل زول يصلي براو. لما جاء هذا عمر بن الخطاب قام جمعهم على قارئين، والناس بقى يصلوا ورا الإمام ده، ويده ينتهي يفترج الثاني بعديه مثلا، أو ده يصلي جزء ده يصلي بالناس إمام جزء ثاني. طيب، فقال نعمة البدعة هذه. فهل صلاة التراويح كان بدعة في الشرع في الدين؟ ما بدعة في الدين، لأنه الرسول صلى 3 ليالي وجمع عليها الناس جماعة، كمان صلاها جماعة. إذن عمر ما قاصد أنه صلاة التراويح بدعة في الشرع، لأنه صلاة التراويح موجودة سنة في الشرع بدليل الرسول صلى 3 ليالي. يبقى ما فيه إلا محمل واحد العلماء حملوا عليه، قال عمر قاصد بقوله نعمة البدعة هذه أنه من ناحية لغة. ليه؟ لأنه كلمة بدعة من ناحية لغة الشيء المستحدث، فعمر استحدث من جديد، عشان كده قال استحدثناه من جديد، فقال لخص ذلك في قوله نعمة البدعة هذه. السؤال المنطقي، هل يجوز لإنسان يطلق لفظة أو عبارة في اللغة العربية ويريد بها أحيانا المعنى اللغوي فقط ولا يريد بها المعنى الشرعي كما فعل عمر بن الخطاب وكما بينا؟ يجوز. الجواب نعم يجوز بنص القرآن والسنة. في القرآن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أها، كيف يصلي النبي عليهم؟ إذا أخذنا كلمة الصلاة هنا في الآية بالمعنى الشرعي، الصلاة معروفة بالمعنى الشرعي، تبدأ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، فهل الرسول كان يصلي على الناس ديل اللي صدقوا وطلعوا الزكاة صلاة بالمعنى الشرعي ولا صلاة بالمعنى اللغوي؟ بإجماع المفسرين الصلاة في هذه الآية وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم راجع إلى المعنى اللغوي لكلمة الصلاة وهي الدعاء. كده العلماء قالوا وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام علينا هي دعاؤه لنا بالمغفرة، وصلاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام دعاؤنا له
برفع المنزلة إلى آخر تلك المعاني التي ذكرها العلماء في هذا حول هذا المعنى. إذن القرآن هنا قصد ياتو معنى، أطلق لفظة وقصد ياتو معنى المعنى اللغوي. فشوف من فقه عمر بن الخطاب استعمل هذا الأمر لأنه موجود في القرآن. تاني في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب أصلاتك، هنا مقصود بالصلاة معنى لغوي آخر، ما مقصود بها المعنى الشرعي، وهي التلاوة والقراءة. فكانت التلاوة والقراءة في اللغة العربية أحيانا تسمى شنو يا جماعة؟ الصلاة، زي ما الدعاء أحيانا يسمى الصلاة، وزي ما الصلاة أحيانا في اللغة العربية يسمى شنو؟ يسمى الدعاء، معناها الدعاء. طيب، كذلك أيضا وآثار وأحاديث وآيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا روى البخاري بالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجيب له الصدقة كان يصلي على الناس جابوا له الصدقة، فلما جو آل أبي أوفى جابوا له مال وصدقتهم، قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. والصلاة هنا بمعنى شنو يا جماعة؟ بمعنى الدعاء. فالنبي أطلق كلمة وأراد بها المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. والأمثلة كثيرة جدا بالمناسبة في القرآن والسنة على هذا المعنى. فإذا ذا كلام عمر بن الخطاب قصد بنعمة البدعة، يعني البدعة لغة، لأنه استحدث صلاة التراويح من جديد. لكن صلاة التراويح ما بدعة في الشرع ولا بدعة في الدين، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الشبهة الثانية، قالوا النبي، قال أبو لهب أعتق ثويبة ورؤية في المنام إن يوم الاثنين ده بيخفف عنه العذاب، فسألوا في النوم، واحد رأى في النوم واحد منو الله أعلم، هكذا الرواية. فسألوا قال لي أنت ليه لقيت شنو بعدين؟ قال: ما لقيت إلا يوم الاثنين بيخفف عني العذاب. قال: بعتاقتي ثويبة فرحا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. الأثر ده ضعيف، ما صحيح، لأنه مرسل أرسله عروة رحمه الله، والمرسل من أقسام الأحاديث الضعيفة. ده كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر ذكر الكلام ده، ما ذكره لا وهابية ولا خمسية ولا غيرهم زي ما بكذبوا الصوفية. قال ابن حجر في شرحه للحديث رقم 5101 من صحيح البخاري، قال: وأجيب أولا بأن الخبر مرسل، الخبر بتاع اعتاق أبي لهب لأنه يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين وكذا لأنه أعتق ثويبة إلى آخره. قال: وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به. يبقى الخبر مولاي يا جماعة ضعيف. ابن حجر قال: وعلى تقدير أن يكون موصولا، لو فرضنا أنه صحيح وموصول، لو فرضنا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه. الزول الراب ولا أبدأ في النوم، أول شيء ما معروف ذات، والرأي ده والحلم ده، الحلم ده ما معروف من الزول ده. نمر اثنين رؤيا منام، نبني ديننا على رؤيا منام. طيب، الصوفية بيأخذوا برؤيا المنام لأنه خلي ده بيأخذوا يقول لك حلموه حبوه بمنوه وشيخ التجاني شاف في النوم إنه الطريق كلها دخلت الجنة، يقوم يكتب كتاب يقول لهم كلهم في الجنة، الجماعة يبكوا، ما ناس مواهيم وناس هوى ساكت ما فاهمين حاجة، هذا راويش. طيب، قال ده رؤيا منام، لو صح ذاته الإسناد ده رؤيا منام، لكن الإسناد ما صحيح والمتن ذاته ما صحيح لأنه رؤيا منام ولا حجة فيه. قال: ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. يا أخي لو أسلم، لو أسلم رؤيا منام ما بيخذ بها، لأنه ده ما وحي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرأي للمنام ده ذاته ما معروف، الحلم ونام وحلم ده ما معروف منه. كذلك الشافوه في النوم ده كافر، أبو لهب كافر،
فكيف ناخذ ديننا من كافر ما في الواقع كافر شافوه في النوم؟ هذا كلام كله لا يقوم على رجلين، كلام باطل وما عنده اي اساس من الصحه. الشبهه الثالثه، قالوا ابن تيميه جوز المولد، هذا شيخكم قالوا، تقولوا شنو؟ نقول انه كذب، ابن تيميه ما جوز المولد. وين يا صوفيه؟ قالوا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وده كله عشان يجوا المولد ولقطوا القروش ويرقصوا ويتعاوروا في المولد وياكلوا الفته، دي اللولوه دي كلها عشان الموضوع ده. طيب، ده كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الصفحه 412، ده الكلام اللي بيجيبوه هم ذاتهم، نقراه وبعد ذاك نشوف ابن تيميه جوز ولا ما جوز. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوفية بيقيفوا لحد دينا طق. ابن تيمية قال كما قدمته لك، يعني في كلام قبل ده ابن تيمية قال، والكلام القبل ده لو رجعت له بتفهم كلام ابن تيمية اللي هو في صفحة 407، يعني قبله بأربعة خمسة صفحات ابن تيمية بيّن هذا الكلام، يعني يفهم كلام ابن تيمية ده، بل هو أشار لك برا وقال لك قبل ورا أنا قلت لك كلام أرجع له هذا. قال ابن تيمية بنفس الكتاب، قال وكذلك ما يحدثه بعض الناس، شوف يحدثه دي يعني أمر محدث مبتدع، بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، ودي اثنين خد بالك، لأن احنا مأمورين بمخالفة شنو؟ اليهود والنصارى، وإما محبة للنبي وتعظيما له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيدا. ولسه كلام ماشي، لكن لحد هنا ابن تيمية بيقول لك إنه اتخاذ مولد النبي عيدا ده من البدع، ده أول نقطة. لكن فهم الكلام شنو؟ فهم الكلام ده قبل ما يتمه. ابن تيمية بيقول لك زول بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده موضوع براو طبعا، ومشى غلط عمل له مولد، غلط لأنه ابن تيمية قال لك دي بدع، اتخاذ المولد دي قال لك من البدع. طيب مشى غلط عمل له مولد وهو بيحب الرسول، قال لك الله بيسيبوا على المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم القبيل دي، لكن ما بيسيبوا على البدع من اتخاذ مولده عيدا. زي شنو؟ زي زول بيصلي ده عمل كويس، لكن مشى شرب خمرة ده عمل كعب، الله بيسيبه على الصلاة دي لكن ما بيسيبه على العمل شنو؟ الكعب لنفس الزور. عشان كده ابن تيمية قال لك وكذلك، عيد لك تاني، ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيدا. إذا ابن تيمية قال اتخاذ مولد النبي عيد والاحتفال بمولد واتخاذه عيد قال لك ده من البدع. عشان كده في الاول قال لك ما يحدثه بعض الناس فهو بدعه محدثه، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لكن قال لك المحبه بيساب عليها، لكن الاحتفال بالمولد ده بدعه ما بيساب عليها. ده خلاصه كلام ابن تيميه. عشان كده قال لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيدا مع اختلاف الناس بمولده، فإن هذا لم يفعله السلف. الاحتفال بالمولد ابن تيمية قال لك ما فعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبتي وتعظيمي في متابعتي وطاعتي واتباع أمره وحياء سنتي باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بعد ذلك يتكلم من الناس اللي بيحتفلوا ديل أصلا ما عندهم علاقة بالسنة، وتلقاهم قالوا مفرطين في الواجبات، هم أكثر الناس مفرطين في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام ابن تيمية جمعا بين شنو؟ بين الموضعين، وده أصح كلام. طيب
أشوفها الرابعة قبل الأخيرة، قالوا ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب ماله يعني الآية دي مش نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم؟ هاي عمل مولد ورقص وعمل خيم؟ لا. عمل طرق كل خيمة عندها طريقة في المولد؟ لا. إذا فهم الآية دي ما المولد؟ لو كان الآية دي بتأمر الناس والمؤمنين بالاحتفال بالمولد زي ما بيفهموها الصوفية الليلة، لكان أول الناس فعلا لأمر الله وامتثالا لأمر الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أصحابه. فطالما الرسول ما احتفل والصحابة ما احتفلوا، يبقى الآية ما قالت احتفلوا بمولد. صوفي أول ما تسألهم ليه احتفلت، يقول لك ربنا قال قل بفضل الله وبرحمتي وبذلك فليفرحوا. طيب الآية هنا ما قالت فيها مولد إطلاقا، ولو كان فيها مولد كان الرسول سواه، لأن الآية فيها أمر فليفرحوا. وأول زول يمتثل أمر الله تعالى هو منو يا جماعة؟ هو الرسول، ما البرعي ولا الكباشي ولا المكاشفي ولا غيره. إذا ده ما عنده أي علاقة بالمولد. والآية راجع أي تفسير، أي تفسير وريني تفسير واحد من التفاسير المعتمد عند المسلمين قال الآية دي أمرت بالاحتفال بالمولد. والله ما في، والله ما في. طيب أشوف الأخيرة، قال الرسول بصوم يوم الاثنين وسألوه قال ده يوم ولدوني فيه. طيب ماله إنتوا قاعد تصوم يوم الاثنين وصوفية؟ لا. تسوي شنو؟ بناكل فتة يوم الاثنين وحلاوة مولد، يبقى ما امتثلتوا للحديث يصوم يوم الاثنين. بعدين العلماء قالوا كان يصوم كل اثنين وكل خميس في عمره كله، ما لقى أنا صوم يصوم كل اثنين وكل خميس، بيجوا بس يوم الاثنين يقولوا ده يوم المولد مرة بالسنة ويأكلوا فيه ما يصوموا، والرسول كان يصوم وهم بيأكلوا، يبقى ما عنده أي علاقة هذا الكلام وهذا النص بالاحتفال. الخلاصة الاحتفال ده بدعة، وده قالوا المالكية ما قلنا نحن، ده حكم المولد. ودي النقطة الثانية والأخيرة، ده كتاب المدخل لابن الحاج من أعظم أئمة المالكية، الجزء الثاني صفحة 3. قال ابن الحاج ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإصهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة. فمن ذلك وبدأ يعدد البدع والمحرمات في المولد، فابن الحاج قال لك ده بدعة ويحتوي على جملة من المحرمات والبدع تاني كمان. ده من أعظم علماء المذهب المالكي، ده الإمام تاج الدين الفاكهاني برضو، أنا طلعت بي دي اف ورسالة مشهورة ومطبوعة موجودة يعني، ألف رسالة كاملة اسمها المورد في الكلام على عمل المولد حكم الاحتفال بالمولد النبوي. سألوه قال أما بعد فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع ويسمونه المولد، وأنا أختصر الكلام. الجواب قال لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، يبقى ده باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث، أنا بذكر واحد بس، الزول المؤمن صحيح وبيحب الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح حقيقة ما زورا ونفاغا، والله يمسك الحديث ويخلي أي بدعة مولد وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني عمل في الدين في الإسلام أنا ما عملته، الرسول قال ما سويته أنا، فهو رد باطل يعني ما مقبول. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.